سبب نجاح حضرتك في الوقت ده والصدفة؟ وأنا عارفة أن الحظ برضو بيلعب دور كبير، بس أنا متأكدة أن الحظ ما لعبش معاك، بس في حاجة تانية. أنا كنت لسه بتخرج من الجامعة. لا كنت فنان. أنا عايز أوصل لهنا. موهوب. لا عشان طول الوقت بيقولوا لنا، حتى أنا شخصيا بيقولوا أن الفنان أي حتة تحطه فيها هيتكيف. واجتهاد كمان خير. لا يعني أنا كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم، بقدم 4 حلقات على القناة الأولى و5 حلقات على القناة الفضائية. فواحد بيعمل 9 حلقات في الأسبوع. ما بسيبش التلفزيون، بوصل الساعة 8 الصبح لأن الكاميرات بتطلع 9، وأقعد أشتغل لغاية الظهر، وبعدين نروح لمنتج الحلقة، وفي بعض الحلقات بتمنتج وتتذاع في نفس اليوم، خاصة حلقات الثانوية العامة أو كده. فطول الوقت شغل. الاجتهاد مهم جدا جدا جدا. تاني حاجة طبعا الصدفة، ان انا سني شبه كنت قدهم، قد شباب لما صادفهم فكانوا مستريحين وهما بيتكلموا معايا، فبيقولوا لي الاسرار بتاعتهم وهما مش مكسوفين مني، مفيش رهبة في الموضوع. يعني مش راجل كبير قاعد بيقول لهم حاجات فهم حاسين ببعد بمسافة. فلا كانوا لطاف للغاية. وفكرة ان انت تطلع نجم على شاشة بلدك، ده خلاهم يبقوا بيجروا ورانا. يعني كنا بننزل بننزل بالكاميرا، انتوا اماني وجاني، حشود من الناس كلها عايزه تطلع في التلفزيون. الوقت ده كان بصراحه وقت من ذهب. ده حقيقي فعلا. لان هي كلام من ذهب طلع. طبعا الاعلام الكبير طبعا طارق علام يعني. طيب استاذ احمد، يعني يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي كانت مميزه جدا في برنامج اماني واغاني كان اللقاءات اللي كانت موجوده وقتها وجديده بالنسبه لنا لطلاب ثانويه عامه. ويمكن كان ده برضو حدث بالنسبة للطلبة، ان حد ينزل يسجل معهم في وسط الامتحانات، ده جوه الامتحان وهم بيمتحنوا. طبعا لو ما كانش عندنا الصدى ده، لو ما كانش عندنا يعني تاريخ معاهم لطيف، كانوا ممكن يطردونا. انا قاعد بمتحن وانت داخل تعطلني. الوقت المستقطع. لكن هم كانوا لطاف قوي معانا، فبعطل شخص قاعد بيمتحن ويجاوب وياخد، يعني ينسى. انا والله صعب عليا قوي الحلقه دي. ليه يا ربي ما جاش اي حاجه وانت بتقولها ولا اي حاجه؟ فكانوا وعملنا ده لمده سنوات، سواء انا او الاستاذ جمال الشاعر او الاستاذ علاء بسيوني او الاستاذه جميله اسماعيل. فكانوا ناس بيستنونا في الفتره بتاعت امتحانات الثانويه عامة. اولا لان احنا كنا اول ناس بيعلنوا الاوائل، وكنا بنروح نصادفهم في مكتب وزير التعليم ساعتها. اوكي. لانهم بينادوهم يقولوا لهم انتوا الاوائل تكريم، فاول ما يقولوا لهم نروح احنا مصادفين. فكان حاجه لطيفه جدا. في تفاعل ما بين التلفزيون وما بين الشباب كان كبير جدا. وكانت برامج الشباب وبرامج الاطفال في الحقيقه كانت من اهم البرامج في التلفزيون المصري. بالظبط. ربنا عليها. كلنا كلنا فاكرينها. يعني كان المواعيد كده معينه بنبقى حافظين هنفتح القناه الاولى امتى، القناه الثانيه امتى، هنتفرج عليه. كان الجدول معروف وماشيين عليه كلنا.